بيطح فمك لا غير يا والخوت معكم على جاش ام وفيديو جديد ورياكشن جديده ومعنا واحد كونسيبت جديد اليوم اللي غريب عليكم شويه ماشي رياكشن غنعملوا اليوم واحد كونسيبت اسمه المهادره دونك خليتكم في ستوري في انستغرام يعني كتبوا لنا اسماء ديال الشخصيات معروفه يا في الرياضه يا في الغناء يا في اي حاجه وعزلت منهم اسماء وغنشوفوا كل واحد فينا غيعطيهم هضره غيتوصفهم في هضره واحده خصك توصف ديك الشخصية في هضرة واحدة تجمعوا فيها كامل شنو فيه في هضرة واحدة كيفاش؟ شخصيات معقولين وصافي دابا حنا عاملين داكشي ديال شوف تيفي هذا هو الميكرو ديالنا المهم معكم الأخ أشرف مرحبا سلم على الإخوان مرحبا معكم عبد الله بيا أهلا أهلا دونك أخوت أشرف جبد لنا الأسماء اللي عزلوا لنا الإخوان وغنبداو دابا اوكي باش نبداو وكل لائحه وكل لائحه ملولي دونك الاسم الاول عندنا هو ملولي هشام ملولي انفلونسور ديال الله يحسن العوان دونك غنوصفو نحاولو في كلمه واحده انا ملولي كيفاش كيجيني ملولي صعيب توصف شي واحد في كلمه واحده ولا واش تكون ملولي اصاحبي دونك صعيب والله الا صعيب هذه اللعبه اوكي ملولي في هضره واحده غنقول على كلب لانه كيتبع العطه فهمتي فين ما كانت العطه كيمشي انا جاني كلب سينا شنو نقول لك اخي نقولوا عليه بهلاوان كلون بهلاوان اوكي عبد الله كلون يا نفس الجواب ولا نفس الجواب اذا جوج قالوا بهلاوان ولا كلب المهم هذا هو الوصف ديالو الصراحه دوزوا الاسم الثاني اللي معانا عندك انا امين العوني اوكي امين العوني يوتيوبر ديالنا مغربي معروف بزاف كيعمل واحد برنامج يوتيوب ديال داكشي اللي ما قراوكش على اي حاجه تاريخيه وقعت في التاريخ عرفتي امين العوني كان كيقولوا له زعما استاذ وباحث هذاك نيت دونك امين العوني انا كيجيني مثقف صعيب توصف كلمة واحدة فهمتي عنده واحد النقطة ماشي مزيانة المهم كيف جملة هاد النقطة هادي تقدر تعبر شنو نقول ديك الكلمة هو نقطة الضوء في اوكي نقطة الضوء في اليوتيوب المغربي هادي كاينة فري الصراحة عنده ما يقول يعني يقول لك شي عنده شي يعني شي نقاط مزاونين ولكن وصفه في كلمة واحدة يعني ثقافة يعني تاريخ ماشي ثقافة تاريخ متصورة تاريخ بزاف اوكي جبدنا متحدي رقم 3 شكون نزار السويطي قلت السويطيه دونك حتى دابا نتوما خليتو لنا في انستغرام يعني الاسماء اللي تعاودوا بزاف عزلناها هذا راه ساهل هذا واقيلا كنشوفو انا ساهل في الوصف ديالك هذا ساهل الخام ديوتي هذه العملوا عليها تيت وين المهم راه باينه وين ها والو تا والو راه وصف وي انا والو دونك والو ما ساوي والو اوكي ندوزو شكون هادي ندى حسي ندى حسي هي اللي كانت متزوجه صغير هي الزوجه ديال ديوت يعني وصف واحد اذا نعاودو نقولو ديوت لا ما ديوت هي ما كتثقلش وقيل على مرا شوفوا الوصف ديالها باين راكم كاملين عرفتوا الوصف ديالها المهم وتيت كبيره والله الا تيت طويله ماشي كبيره واسعه دونك خص ندوزو قال لك النيبه سيروت الحبس انا كيجيني فقير ولكن فقير كنهضر على فقير هنايا فقير دماغ خاوي هو الصراحه شنو نقولوا عليها الخاوي نقولوا عليها ديوت لا نيبا كيف معجب مراكشي اه انا سيني كتعلم له صغارين صفايا مأثرين بيك بزاف ناس شنو كتعلمهم السب دابا كتدلعوا صغارين كتجبروك يقول لك الله ينعل بات مو بري ولا صار من ديوت اللي انا قلت له فقير هنايا ما كيعرفش اش كاين هو زعما كيبغي يضحك
يعني ديك الهضره ديالو قد حق بالحق كي دخل فيها السبان وكذا يعني اسقط الهضره ديالو غتعاود بحال اللي يضحك بالحق هو فهمتي هو واقع فهمتي اخر كتجبره باقي صغير وكيقول ديك الهضره ان شاء الله ديك العقليه وصف كلمه واحده ما عنديش يا صعيب هذا اللعب فارس النار يا رزي فارس النار جبدنا اخي المتسابق رقم 5 ولا 6 عندك هنايا مسلم كلنا مسلمين اللي بغى يبدا يبدا انا نقدر نبقى تلقى نبدا نبداو بك عبد الله بالنسبه يعني الفن ديالو كلمه واحده وصفه شوف ماشي الفن هضرنا على شخصيه عامه لا هو ما عندنا علاش نهضروا على لا هضرنا ما قلناش ما جبدنا لكش ما جبدنا شي اغنيه ولا كارير مسلم شخصيه بي بليد من عندي انا بي بليد اوكي بي بليد انا اشرف متصافق الحربة انا كيجيني تاجر الا فهمت وهار انا كيجيني كيتاجر بمعاناه الشعب باش يسترزق بها كان ماشي هيداك في ديك الطريق انا في الاول كنت كنشوفو هيداك فهمتي دونك نجبدو المتسابق اللي بعد دومبيك 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 اوكي دومبيك انا سهل نوصف انا فنان في حياته كامله في عقله في كل شيء سيد فنان الخا دومبيك واعر سيد واعر سيد تكبر عاد حمق تشرف عاد حمق علاش اصاحبي شنو نعمل تشرف عاد بدك يعمل تطواق التطواق اسمه ماشي بصح وقيل عملوا لا هذيك عامله ما شفتها ماشي بصح لا ماشي بصح بصح ماشي بصح عملوا عامل حلاقه راجل شارف ماشي شارف هو صغير لا مسلم وجو شارف صغير لا مسلم شي 3 سنين وقيل مسلم شارف هو بالنسبه للرب واعر بالنسبه لي ديال واعر في الرب انا هضرت ما هضرتش على حياته يعني ديال لا ماشي شنو كيعمل هضرت عليك الشخص شنو عطى شنو يعمل فهمتي كيفاش عطى صراحه يا سيدي بغيت نهضر على مسلم شنو عطى قلت لي لا هضر معك هضر عليك شخص بيك دابا شنو عطى هذاك شنو عطى مسلم شنو كيفاش نعطى لا دخل فلوس ابار دخل فلوس راه من حقه يدخل فلوس معاون حد خان صحابو شحال هادي شو علاش خان صحابو بقاو هما بغاو يبقاو ديك السيل هو بدا السيل ونجح شي يمشي يضرب معاه ديسكو واحد مثلا غير العربي مثلا باريكزون يضرب معاه ديسكو واحد شيخ ماشي هاد بالعكس تخدم على حياته كامله ديك العربه ما لا تخدم على حياته كامله والله تخدم مسلم بدا بديك الزنقه ديال ديك التحاوشير علاش انا قلت لك تاجر كيطلع فهمتي حتى مشى ما عرف يغني الواي واي ولا يغني اللي غنى المهم كيخرج ديسكو طراك مزيان انا الديسكو الاخر ديال اللي مع ديك التصوير ما عجبنيش هذاك بالحق كيبقى عاود ما نكروش داكشي اللي خارجو قبيل شوف ماشي على الديسكو انا نقول له تينا ولي تفايا لا انا ماشي على الديسكو انا على ديك فيني نعمل دوبل على موازين ايام المقاطعه وديال انا راجل يطلع كونسير انا راجل مهمات صعبه وزائد فيما كتكون شي مقاطعه ما كاينوش شي هضر الحق يقول له ضوب اللي صالير هذه متفق معك من حقه ولكن شنو قال له كان كيبيعوا على جوج شنو كان كيقول له كان كيقول له شو انا فابورني اللي تقدر تنس لا متفق معك كيقول له صافي ضوب شنو خاسر هو ويقدر يقول له تريب ديك ايام شنو كان ديك ايام شنو كان مقاطعه هو السيد شنو قال له قال له راه دابا حنا اخترناك باش يعني باش تحيدنا مقاطعه الموازين الناس كنقاطعين الموازين اخترناك باش تجي كونترا الشعب وكذا قال له ما عنديش مشكل نجي كونترا الشعب نعمل يعني نمشي الموازين واخا الشعب كامل مقاطع الموازين قال له فهاد العيصه قال له دابا الشعب غيقاطعنا وكذا قال له سينا خصك تجي باش زعما تبين بان ما كاينش مقاطعه الموازين السيد الرزاق ديالو تاجر انا وصفته ها هو طلع الموازين يا ها هو عطاوها 3000 مليار وتينا ما مشيتيش الموازين شنو ربحت شنو ما كنهضروش على الشعب ديالنا كنهضروا عليه شوف وما مشاوش الناس كنهضروا على غني بوحدي لا على القرارات ديالو انت هو تخلص انت شوف هو على القرارات ديالو هو كيقول انه ارتيست ديال الشعب وبدا فابور الشعب كيغني مواضيع الشعب وتجي تقلب على الشعب بطريقه وهادشي كيكون يعني من تحت لتحت تسربت ابل باش تعرف داكشي اللي كيوقع من تحت لتحت راك فاز من هادشي فهمتي كيفاش المهم ندوزو طولنا في التاجر في مسلم بزاف زيد يلا اوكي جبدنا الاسم الاخر وندكوا عليكم اتي راه شحتنا شويه ضرب ما مسحتيش الكاميرا لا ياك عندك هنايا عزي
شكون؟ ديزي دروس هذاك رابر بمعنى الكلمة في حياته في كل شيء. انا ما كنعرفش على الشخصيه ديالو بزاف، ولكن بالنسبه للراب رابور ثقف بزاف. ثقف شفتو شي انترفيو ديالو؟ سياسه السياسه ديالو هيدا اللي تكلاشا هو شي دروس انا كيجيني هكذا يعجبك في لي انترفيو اكثر من الدياس. لي انترفيو ديالو يهضر لك في السياسه في شي حاجه كيهضر السيد راسو عام. السيد صراحه ارتيست يعني هادي دلاني غبار عليها شي. اوكي ندوزو للمتبارك التالي توتو الجراندي توتو. اش نقول لك انا دابا ما كنهضرش على الفن بوحدو، كنهضر على الشخصيه كامله شكون هو كيفاش كيجينا ياك. ما كنعرفوش انا كيبان لي بحال واخا كيفاش كيبان لك يعني النظره حال راك الفاض صراحه لا العاد مع الراب ديالو ما عمري سمعته واقيلا ولا نقدر نكون سمعته عند شي واحد هيدا. صعيب توصفو كشخصيه مفرك، انا كيجيني مفرك فهمت، باقي ما كبرش مزيان يعني باقي مفرك فهمت، كيعمل ديك الحماقيه ديالو بحال شي متشرد القهوه بحال شي حر مفرك يعني ما كيفكرش بالعكا خانز حرك بالك حرك ودالك خانز خليتيني ما نقول. لا هو الصراحه المهم ابار فان ديالو اللي النظره اللي عليه وصافي يعني الدياس ديالو المهم كاين اللي مزيون يعني تناغم له، كاين اللي ما خصكش تسمعو يوسخ لك ودنك بالحق. هو كما هو النقطه اللي فيها خايبه كي يعني من حقه يجلس ويجلس حدا كاميرا وقول اللي بغى دائما كي كيرجع لك حاجه عاديه كيلوي هذيك تاثر بزاف هاد اللقطه. وعنده لي فان عنده هذيك يعني بنادم ما يتاثر من الدريس دونك. متباري او المتباريه التاليه هذا اللاعب ديالنا زياش حكيم زياش لاعب المنتخب الوطني والتشامل الكالة. شوف لا فري شنو كيعمل؟ ما عرفتش هو لا هذا اللاعب عنده حتى لعب. شوف جبت الشلقوم ودخل. شنو دخل معنا؟ شنو دخل معنا؟ كنتمناو تكون كالة اللي دخل شي حاجة. اوكي زياش وصل وصل انا جاني وصل صراحه مادام ملاعبي في تشيلسي انا راه وصل بزاف ملاعبي عنده ما خا يوم يقولوا عنده ملاعبي اوكي احسن اسيست في المغرب وين كيجيني كيبين اسيستور كيبين اللي عنده في تشيلسي ولا في كيبوس ديالو اكثر من منتخب اكثر من كلشي البوتونسييل ديالو كيبان في كيبوس اوكي. متباري او المتباريه التاليه بدر هاري او خاري لانه خسر البارح بكا وطاح مع واحد خونا ما كنعرفوش روسي. بدر هاري عوره كيجيني عوره ثلاث سنين الاخرى كامله معوره كان يخليها في عز احسن هادشي اللي كنت كيبان لي انا بدر هاري لا زايد في الغيس دابا شي مصطلح زايد كاين صراحه كان عليه يعتزل شحال هذا اوكي السيد المهم السيد متريني كدا بالحق ما عطاتوش كلمه حاول توصف كلمه انا قلت له شني معوره قلت الغيس واقيلا بحال المهم الغيس زيد في الغيس مشروكه زيد في الغيس لا صراحه واحد نص وطني وطني بالي وطني 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 السيد وطني يعني رابو د بلاد كدا نايس دونك باقي نوقيل بلاتي هذه اخر متباريه وانا تحفي نوقيل ما عنديش فكره عليها واضحه المهم داكشي اللي كيبان شكون هي باش من وجهه فيهم اللي نهضروا عليها واش الوجهه الاولاني ولا المهم سميها لهم دابا سمي لهم شكون بعد باش يعرف دنيا باطمه حط 8 فيهم واش شحال هذه ديال ستوديو دوزيم ولا ديال شكون وصلت لفيرسيون برو ماكس كتسيح وصلت للبرو ماكس كل عام كتخرج في سيري جديد لا كتسمع الميساج شوف النظره اللي عندي عليها ما بلاستيكيه انسانه بلاستيكيه كتجيني ما كنفهمهاش ما كنعرفها شي مزيان اصلا بلاستيكيه. انا عندي واحد السؤال على دنيا باطمه انا بغيت نعرف غير ولده ولا بنته واش غيشبه الوجه الاول ولا غيشبه الفيرسيون الاخرى والله راه ديما كنطرح هذا السؤال خصك كنتسنى تولد فهمت ام الصافي خرج كيشبه لها خرج بحال العربي فاطمه
ايوا تزيون عليا صاحبي الله يسمح لنا الله يسمح لنا خلي قاد الله انا ما كنعرفش ديك خيتي الخاوه كنعرف ليها هي كتبدل الوجوهها كنشوفها في فيسبوك يعني حرباء اما شي حاجه في حياتها والله ساتها حرباء حتى هي حرباء حرباء المؤنث حرباء عاد لك كيلو على 15 عندي حتى فكره والله العظيم صراحه السيده اللهم اقبل لنا ولا اوكي اوكي دونك باقي شي واحد تما صافي تسالاو دونك تسالاو المتسابقين ديالنا خوت لا عجبتكم هذا ختمتي الدنيا باطمه صح هذه المره غنعاودوها غنجيبوا اسماء اخر ان شاء الله كيف جاتكم بعدا الكونسيبت المهضره نايس خصنا يكون شي وجوه يحمروا الوجه ماشي هذه المره بدل نقول للناس صاحبي عملوا داكشي كتبوا لنا هذه المره كتبوا لنا شي اسماء اللي يحمروا الوجه اللي كاين ما يتقال فيهم اوكي شنو نقول لك صار الهضره فيهم ولكن دايزه واش المهم حنايا هنا كنقولوها بدون نفاق بدون تطبيل الراي ديالنا المحترم صافي يعني دونك قلت لها عجبتكم الكونسيبت ديال المهضره غنعاودوه وغنعاودوا مع الدراري نيت لان هذا ما كونسيبت ما نعملوش بوحدي كرياكشن غنبقى نعملوه بوحدي ولكن كونسيبت بحال هكذا يكون مع الدراري طبعا ان شاء الله باقي نعملوا فيديو جديد وراكم عارفين الشعار ديالنا الخاص بدون نفاق بدون تطبيل اللي تحت في المقله كيتساقل تهلاو بيتحفم مقلقه